مرحبا بكم. وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي وجه رسالة لجماهير الترجي ويوضح حقيقة انسحاب طارق ثابت من منصبه ويعلق على الأخبار المتداولة بعد هزيمة الهلال. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. أجرى وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي تدخل إذاعي وجه من خلاله رسالة إلى جماهير الترجي الرياضي التونسي بعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة والتي يقف وراءها ناس هدفها ضرب مصلحة الترجي واستقراره، وأكد على أنه فما صفحات فيسبوكية تحب تعمل اسم على ظهر الترجي على حد قوله. أكد على أنه عديد من القائمين على هذه الصفحات لا تنتمي إلى الترجي الرياضي وقاعدين يستغلوا في أي عثر للفريق باش يروجوا الإشاعات. أما عن الأخبار التي تم تداولها في خصوص انسحاب طارق ثابت، فندى ونفى وليد قرفالة بصفة رسمية كل الأخبار التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية في هذا الموضوع، وأكد على أنه طارق ثابت باش يواصل قيادة الفريق وعمره ما طلب الانسحاب والعودة لمنصبه كمدير رياضي. وإدارة الترجي عندها الثقة الكاملة في العمل اللي قاعد يقدم فيه المدرب طارق ثابت، وأكد أيضا على أنه الترجي باش يكون متوج في نهاية الموسم، واختم حديثه بأنه الإدارة ومهما كانت نتائج الفريق باش يواصل المدرب الحالي العمل لأنه الإدارة تبحث عن الاستقرار والنتائج الممتازة، ومجيء كان بالعمل والاستقرار على المستوى الإطار الفني. إذا المتابعين الكرام، خرجت إشاعة بعد هزيمة الترجي ضد الهلال مباشرة، وأكدت بعض الصفحات على أنه طارق ثابت يعلن انسحابه من تدريب الترجي الرياضي التونسي باش يرجع كمدير رياضي، وخدمة عديد الصفحات وحتى في تويتر موجود الأخبار هذا على انه طارق ثابت باش ينسحب وباش يرجع لمنصبه الاول كمدير رياضي. الاشاعات هذه وفي الفتره هذه بالذات الحساسه، واللي قلت في الفيديو اللي هبطته بكري، قلت راهو ينتظرنا ماراثون من المباريات في البطوله في رابطه الابطال الافريقيه. عندنا شهر فيه 8 مباريات تقريبا، اكيد اذا باش تكون فما نتيجه سلبيه كيما مباراه الهلال السوداني برشا ناس باش تخرج وتتكلم وباش يستغلوا الوضع هذا لضرب استقرار الترجي الرياضي التونسي، لانه الترجي رجع في الشهرين الاخرانيين تحسن وقاعد يكور وقاعد يربح وقاعد يحقق في نتائج باهيه. برشا ناس ما يساعدهاش انه الترجي يرجع، لازم الترجي يبقى في الازمه نتاعو. هذاك علاش الناس هذه اللي تحدث عليها وليد قرفالة قاعده تستغل في الوضع، تهيج في الجمهور كيما يقولوا. لذلك الناس الكل ما نتبعوش الاخبار هذه، وكما اكد وليد قرفالة على انه مصدر الاخبار الاول والرسمي هو الصفحه الرسميه والترجي بليس، لازم ناخذوا المعلومه من المصدر. وان شاء الله زاد الاداره ووليد قرفالة خاصه يزيد يخدم على الحاجه هذه، تكون فما اخبار حينيه واخبار في وقتها، ما نبقاوش نهارين وثلاث ايام واربع ايام باش نرجعوا على مثل هذه الاشاعات. لازم يوضح في الوقت، ولازم الاخبار تكون في وقتها واخبار حينيه بالجمهور الترجي، ما يبقاش يعني بين الصفحات كما يقولوا ضايع ويلو وجعلناه خبر صحيح. هذا اذا متابعينا الكرام ابرز ما قال وليد قرفالة في تدخله الاذاعي اليوم، ونواصله في تشجيع الفريق نتاعنا احنا كجمهور. هذاك اللي لازم التشجيع ولا شيء غير التشجيع، نواصله كيف كيف في اقتناء الاشتراكات، لانه عندنا مباراه مهمه ان شاء الله نهار السبت ضد بيترو اتليتيكو الانغولي. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.